دي أثناء يعني ما بتجهزوا يجهزوا الأطفال أو الطفلات ويجوا داخلين استهداف برامج الشباب، الغرض من ذلك؟ والله طبعا أطلق الرؤية صاحب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأقرت، اجتمع مجلس الشورى جلستين، الظاهر الجلسة 96 والجلسة الثانية والله ما أدري، أقروا فيها عدة أشياء من ضمنها مجلس أعلى للشباب المجلس، وأقروا دعم الشباب في أشياء كثيرة الفنية والرياضية، مثلا الرياضية ملاعب الأحياء، الشباب عندهم طاقة بدل ما يفرغوها في الكلام والأشياء الغير مجدية والسيئة يفرغوها في الرياضة في الفن. فنتاج الرؤية أكبر مما بعض الناس يتخيل، لأنه بتعمل على بناء الإنسان، وأكبر ثروة في العالم هي كيف تبني الإنسان، ولا سيما إذا عرفنا أنه اليوم بقرأ موضوع أنه أكثر دولة في العالم نمو للشباب في السعودية، المملكة العربية السعودية. نعم. فإذا الأعمار من 14 إلى 25 أي من 16 إلى 25 سنة يعني معظم السكان في المملكة، فلذلك أنا أتوقع بدأت أفكار الشباب تتغير من الأشياء اللي بدون جدوى أو نفع إلى أشياء إيجابية. طيب احتياجات طبعاً. الشباب كيف نربط الشباب هؤلاء الشباب واحتياجاتهم مع الجهات المختصة؟ الجهات المختصة لها عيون رقابية تشوف ايش يحتاج الشباب، وفي مسؤولين كبار ولجان وبترعى الشيء هذا وتشوف ايش محتاجين الشباب.